ما حكم الشرع الشريف في توبة الذمي المنتج للفيلم المسيء لرسول الله؟ ما يتوبش إلا إذا دخل في الإسلام، ساعتها اللي هو اللي عمل الفيلم المسيء للإسلام ده توبته إمتى؟ لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت ويبقى مسلم ويندم على ما فعل، ربنا يقبل توبته.